أنا وسهلا مشاهدي قناة الأيام الفضائية، رجعنا وياكم طبعا وبرنامج ويا أحبابنا، ومثل ما شاهدتونا شفتونا في أجواء محرم. اليوم طبعا احنا حلقات مميزة في أجواء محرم الحرام وذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا أنا خلينا نشوف أجواء محرم. اليوم احنا بالكاظمية قرب الإمام الكاظم عليه السلام وفي شارع باب المراد. أهلا وسهلا في قناة الأيام وبرنامج ويا أحبابنا في شهر محرم الحرام. تعالوا أنا خلينا نشوف الحلقة وجمهورنا الكريم وبرنامج ويا أحبابنا. رجعنا وياكم بعد الفاصل مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. أيضا نلتقي بالأخ. السلام عليكم، أنا من محافظة الموصل، جاي زيارة على الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الكاظم عليه السلام، وإحنا كلنا إن شاء الله إيد بإيد وإخوان، وكل زيارة لنا الله يسلمك وجميع المسلمين وجميع العراقيين. إذن جمهورنا الكريم مثل ما تشاهدون أحد الزوار اللي هو جاي من أهل الموصل، تحياتنا للموصل وأهلنا، ونقول لهم ناسنا طيبين. اليوم أيضا في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام وذكر استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. الاسم بالخير. سليمان من المحافظة الموصل جانب الأيمن. تحياتنا، شلون الأجواء اليوم بالموصل؟ أجواء ما شاء الله عاطفية هنا، وكل الناس ويا ومن أنحاء العالم موجودين، مو بس من العراق، الحمد من جميع لله. المحافظات. إذن كل المحافظات اللي يزورون الكاظم عليه السلام هنا في كل المحافظات، في كل المحافظات من العراق ما شاء الله. وأيضا نشوف أيضا من الزوار من الأجانب من العرب اليوم. صحيح صحيح، كلها موجودة كلها نعم. موجودة من الموصل، من أربيل، من دهوك، من كل محافظات العراق. العراقية كلها موجودة. طقوس محرم واليوم ما شاء الله. وإحنا كلتنا إن شاء الله جايين نزور، وكلتنا إن شاء الله أهل. الله يسلمك. ماكو فرق. طبعاً شكراً لك سليمان، وإحنا ردك تروح تكمل الزيارة ومشكور، وربي يحفظك. أنا قناة الأيام الفضائية. سلام لك، سلام للعائلة وللأهل إن شاء الله، وألف تحية للموصل. شو تحب تقول لأهلك؟ سلم عليهم. أسلم على أهلي، صار لي 7 أيام ما شايفهم، على ابني عبد العزيز عفته بالبيت مريض وريد، يعني كل الزوار يدعوا له والله يشفي، وأطفالي مرضى وأنا جيت زيارة، الله شاهد. إن شاء الله الله يعطيك مرادك، والإمام الكاظم عليه السلام يعطيك مرادك، وأهلا وسهلا بيك ونخليك على راسك. مشكور مشكور بالسلامة. توصل سنة. مستمرين وياكم جمهورنا الكريم ايضا معنا. تعال شوي، تعال هنا مثل ما شاهدون اليوم احنا باب شارع المراد، وايضا نتجول ونزور الناس، واللي اليوم اللي اجواء محرم وذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام. السلام عليكم، شلون صحه؟ زياره مقبوله، شلون صحه؟ قناه الايام وياك. انا شفتك بالمول بالنجف. شرف شرف. اذا جمهورنا الكريم مثل ما تشاهدون قناه الايام الفضائيه، اليوم ذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام. اليوم انت من النجف جاي؟ بل جاي للزياره. الف تحيه للنجف واهل النجف، ايضا من زوار النجف اللي جايين. اخويا ابو من؟ بل ابو ثائر. ابو ثائر، انت من النجف؟ انا والعائله. انت والعائله من الصبح العصر؟ اي والله من امس جيت. اليوم ذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام. اليوم انت بالكاظم عليه السلام. طقوس محرم، شو تحس بيها؟ واليوم يعني هو همات مخصوص الزياره للامام السجاد عليه السلام. نعم والله محرم، هو محرم الحرام يعني. شو تحب بتبلغ رساله للعراقيين؟ انه الله يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا. الله يحفظ العراق ويبعد عن كل شر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يحول من حال الى حال ان شاء الله. ابو من ابو ثائر. ابو ثائر، اليوم نشوف ما شاء الله بكل زوار العراق بلي. كل المحافظات اليوم جايين للزياره، زياره الكاظم عليه السلام، زياره الحسين سلام الله عليه. هاي شعائر دينيه، طقوس دينيه، والعراقيين يقدسوها كل سنه يعني، كل عام كل عام. وهذا وشوف الطقوس ما شاء الله، محافظات العراق يتمسكون بالائمه. اذا من كل المحافظات الناس يعني ينقذ العراق. امين ان شاء الله. الله يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا وزوارنا اللي جايين للامام الكاظم عليه السلام، ذكر استشهاد السجاد عليه السلام، وايضا طقوس محرم، محرم ذكر استشهاد ابو عبد الله الحسين والاجواء الاربعينيه. نعم بلي بلي بلي.
الزيارة مشاية تروحون؟ أي بلي إن شاء الله من أعود أنا هم أروح يعني كل سنة. أنت والعائلة دائما كل سنة؟ كل سنة كل سنة كل سنة موفق كل سنة. موفق أيوة موفق. تحياتنا لك للعائلة الكريمة الله يحفظك مية تلك. مستمرين ياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا أيضا. هاي طقوس محرم واليوم ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام وإحنا بقرب الإمام الكاظم سلام الله عليه عليه أفضل الصلاة والسلام. شلونك عمو؟ شو اسمك؟ اسمي يحيى. يحيى تمنين؟ من جسر دياله. من جسر دياله. يحيى طبعا ايضا جاي من جسر دياله. جيت وانت والاهل؟ ايه جيت لزياره ما شاء الله. ايه انت ويا من؟ انا وامي. انت وامك جون الكاظم عليه السلام. ايه اليوم بكره استشهاد. ندعي له. ايه تدعي للعراقيين؟ شو تقول للعراقيين؟ الله يحفظهم ان شاء الله. تقول للعراقيين الله يحفظهم. الله يحفظهم ان شاء الله ان شاء الله. ايه وانت اليوم جيت لزياره انت وماما؟ ايه وجيت من جسر دياله. ايه زين هناك شلون الاجواء هناك؟ عندكم محرم هناك اجواء محرم هنا مثل موجود هنا كل زين. سلم لنا الاهلن شلون صحة؟ شو اسمك؟ حمودي. حمودي انت من جيت؟ انا جيت. شو اسمك حبيبي؟ فطومه. فطومه هي بنتك؟ فطومه انت من جيتي؟ ويا بيبيته مات عمي. وين من يا ابو كان؟ لا بيا منطقه؟ الشعب. إذن كل مناطق بغداد وكل محافظاتنا العراق يجون بطقوس محرم اليوم ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام وشارع باب المراد وقرب الإمام الكاظم عليه السلام والزوار اللي موجودين ما شاء الله قناتنا والفضائية اللي يشوفون أيضا. السلام عليكم. تعال فين خمكشي طفر من عندك. تعال يا الاسم بالخير. جاسم عبد الرسين. استاذ جاسم شلونك حبيبي؟ زيارة طبعا مقبوله ما شاء الله. عظم الله اجرك واجركم حبيبي. الله يسلمك. بذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام وقرب 40 الامام الحسين سلام الله اليوم السلام. انت صاحب محل تنا؟ صاحب محل ايه على هوت العقيد. اليوم انت ما شاء الله البيع والشغل مالتك شلون؟ والله يعني كزين شويه بس الظروف هاي شويه بس يعني الحمد لله والشكر. اليوم ما شاء الله شفنا كثافه الزوار ما شاء الله. لا الحمد لله والشكر. من كل المحافظات قاعد يجون لزياره كل المحافظات يجون يدون زياره الامام موسى بن جعفر عليه السلام ونعم خير خاصه اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. عليه السلام. لا نعم زين شويه. عاده المواكب ما تعيق شغلكم لو؟ لا 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 ما لا ما, ما تعيق لا ما تعيق شغلنا. بهيج مناسبات زياره الأربعين استشهاد الامام الحسين عليه السلام ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. عليه السلام. وما شاء الله شفنا زوار من كل محافظات العراق وايضا من بلدان العالم. مو الحمد لله وشكرا الحمد لله. شو تحب تقول للعراقيين بهاي المناسبه اللي هي ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام انه الله يوحد العراقيين قلب على قلب ان شاء الله. العراقيين قلب على واحد وان شاء الله تعدي هاي الظروف شويه صعبه. الحمد لله وشكرا ان شاء الله. بردا وسلام ان شاء الله. منين من يا محمد؟ انا الناصريه. انت من الناصريه وتشتغل هنا؟ الحمد لله وشكرا. وين جابك كان بالناصريه؟ بالفجر. خريج؟ لا الحمد لله ثالث. ثالث وهنا تشتغل كلش قد تروح لك؟ ابقى شهر هنا. شهر 20 يوم ونروح. وتاخذ راتب؟ ايه. وهنا ابو المحل؟ ابو المحل هنا يجي ويامنا ويروح بس. من هو ابو المحل؟ قاسم الولد. سلمنا عليه قال قناة الايام الفضائية جنة. طبعا مشاهدينا الاعزاء احنا خاصة من نروح نفتر وايضا قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا نلتقي لقاءاتنا مع زوار الامام الحسين عليه السلام وزوار الامام الكاظم سلام الله عليه واليوم ذكرى ونشوف اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد سلام الله عليه. نشوف كل المحافظات اليوم هم متوجهين الى زيارة الكاظم عليه السلام، متوجهين الى كربلاء المقدسة، الى النجف الاشرف، الامام علي سلام الله عليه. اليوم هاي الاجواء محرم يعني. اليوم انت شفت الزوار اللي قاعد يجون من كل محافظات العراق؟ كل محافظات العراق يجون يزورون ويادون زياره. يجون يادون زياره ويرجعون. وبالعاشر محرم صارت اي أيوة والله صارت لنا حركه خير من ازدحام 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 قوي زوار خير من رغم ما انه المقر مال استشهاد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء. كربلاء بس عم تجي الزور. الناس تجي تعزي المحسومين عليه السلام. والناس تعزي الامام الكاظم عليه السلام. تعزي الامام الكاظم على مصاب الامام الحسين عليه السلام. عليه السلام. انت هم تجي هنا هم تزور لو ما تزور؟ ليش ما تزور؟ يعني تزور؟ لا ليش ما تزور؟ يعني قصدي انت بالمحل هنا؟ اي نروح يعني مو وتروح للزياره. الحمد لله والشكر. خوش كل زين يعني. انا قصدي مو بس بالمحل لكن عندك طقوس حسينيه. شي اكيد شي وتروح للامام شي اكيد حبيبي الكاظم عليه السلام. عليه السلام. للامام الحسين هم رحت؟ الامام الحسين تقريبا صار لي 20 يوم شهر. صلوات على محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ورحت زرت؟ لا رحت زرت ان شاء الله موفق والله يحفظك. واحنا من خلال قناه الايام وبرنامج على راسي
ويا احبابنا حبينا نسلم عليك وخذينا من وقتك حبيبي. وسلامنا وتحياتنا لصاحب المحل وايضا اقتحمناك ودخلنا للمحل وخذينا من وقتك حبيبي. الله يسلمك الله يسلمك وتروح ان شاء الله وترجع للناصريه والف الف تحيه للناصريه واهل الناصريه. انت كان بالناصريه؟ انا بالفجر. بالفجر تحياتنا للفجر وكل مناطق الناصريه وكل مناطق الجنوب والغربيه ايضا تحياتنا للرمادي وتحياتنا التكريت والدياله والموصل والاربيل والكركوك كردستان العراق تحياتنا لهم وايضا لا ننسى العاصمه الحبيبه بغداد وايضا كل مناطقنا وكل المحافظات تحياتنا لهم. مثل ما شاهدتونا مشاهدينا قناه الايام الفضائيه احنا طبعا مستمرين وياكم وبرنامج ويا احبابنا. بعد الفاصل راح نواصل. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا وطقوس محرم واليوم قرب الإمام الكاظم عليه السلام ذكرى استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه. أيضا معنا الأخ المواطن عقيل البصرة. واحد أستاذ عقيل شلونك؟ جيت من البصرة؟ إي والله من البصرة جاي. اليوم ذكرى استشهاد الإمام السجاد. ذكرى استشهاد نعزي شيعة أمير المؤمنين ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. عليه السلام وهاي الذكرى بالذكرى شو اسمه استشهاد هسه جايتنا زيارة الأربعين إن شاء الله. مال الحسين عليه السلام. إن شاء الله الله يحفظ شيعة أمير المؤمنين. الله يسلمك. وجيت من البصرة؟ جيت وحدك أستاذ؟ لا والله أنا وصديقي. أنت وصديقي تحيان. وين أصلك؟ إي والله. أنت صديق سلام عليكم. سلام ورحمة الله. ألف تحية طبعا للبصرة وأهل البصرة الله يحفظ البصرة وأهلها ويحفظ عراقنا وشعبنا. ويحفظ كل محافظات العراق طبعا تكريت الموصل الانبار كركوك العماره الناصريه الكوت البصره الفرات الغربيه الكل على راسنا والعاصمه الحبيبه. الاسم بالخير حمود. محمد حمود اليوم انت طلعتوا اليوم جينا اليوم جيت من البصره اليوم زي الكاظم عليه السلام اليوم تعزون الامام الكاظم عليه السلام ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. اليوم الاجواء مال 40 على الابواب اليوم انتم هم تروحون مشايه ان شاء الله عندنا مواقف راح نوصل صبنا هسه بلشنا بالناصر ان شاء الله كربله لا لا بالبصره ان شاء الله بالبصره على مود الزوار اللي يجون مشايه ما شاء الله ما شاء الله بدل النصب شيء يجون هناك بالمواقف والله خدم ان شاء الله موجود اكل اللهم صل على الامام السجاد متهيئين ان شاء الله والناس الناس اللي يجون المشايه يجون على الدرب اسم ان شاء الله هسه طلعوا الزوار من الفاو راح يستقبلوا من البصره بدأوا الزوار طلعت المحافظات الناصريه السماوه كله باتجاه كربلاء المقدسه باتجاه الامام الحسين عليه السلام خيب الفضل عباس. واليوم انتم جيتوا على اجواء الامام السجاد ذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام. شو تحب تقول له للبصره العراقيين بهاي الله يحفظهم ان شاء الله ان شاء الله كل مكروه الله يحفظهم ان شاء الله وترجعون العراق ان شاء الله ان شاء الله الله يوحد الكلمه ان شاء الله بجاه الامام كاظم الله يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا وان شاء الله قلب على قلب ومناسبه الشهر المحرم الحرام واليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. قناه الايام الفضائيه وبرنامج تحياتنا للبصرة وأهل البصرة وترجعون إن شاء الله تزورون وترجعون بالسلامة. ألف ألف تحية إليك للعائلة الكريمة وإليك أيضا الله يسلمك الله يعزك ممنونين بالسلامة بالسلامة. إذن مستمرين وياكم سلام عليكم حجينا زيارة مقبولة زيارة وندعينا لك زيارة مقبولة. أبو من حجي؟ أبو كاظم. أبو كاظم اليوم ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وجينا نزوره وندعي من يم الخير والفرج والسلامه يم الكاظم عليه السلام. يم الكاظم موسى بن جعفر الطيب انا والله والله كل اربعاء اجي ازوره وانا عندي ارجل نسى الا ما في ارجل نسى والله تعب واذيه والله شويه تعبان لا هو قصد الالم الالم ياذي 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 وجيت طلبت مرادك من الامام الكاظم عليه السلام. الامام الكاظم بخير وبصحه وطاك مرادك ومراد الطاني الحمد لله. الاجواء المحرم اليوم ما شاء الله خير وبركه ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام اليوم والحمد لله اجواء محرم نعمه 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 من الله
الله مفضل. وين بابو كان الأهل؟ والله بالشعب. بالشعب. ألف تحية طبعاً للشعب وأهل الشعب. مشاهدي قناة الأيام الفضائية، إحنا مستمرين وياكم برنامج ويا أحبابنا، وأيضاً الناس اللي موجودين. الحجي شنو ولدك كبير؟ أبو حليم. أبو حليم. أبو حليم هسه جيت أولاً زور الإمام كاظم. أي والله إطانة مرادي وخير. ما ناسين أهل القم والله. لا والله ما ناسين. البيت ما ينسون. وكنت بكربلاء والحسين والعباس. الأجواء الأربعينية على الأبواب. خير وبركة ونعم. الاستشهاد الإمام الحسين. الحسين. والأربعين مالته. والأربعين راح نروح إن شاء الله. الطقوس اللي سويها. والله خير عندنا. الحمد لله. نعمة من الله. مواكب أصدقائنا. مواكب ومجالس. هاي الوليمة اللي موجودة على طول العراق مسوين مأدبة. اكل للزوار اللي مال حسين. اي والله اي والله ما شاء الله سهل عندنا واقع يجون نعمة نعمة عليه السلام. نعمة من الله. اي والله خير وبركه الامام السجاد عليه السلام. السجاد عليه الصلاه والسلام. الله عليك سيدي يا مولاي. توصل ان شاء الله بالسلامه خير. وصحه وسلامه. الله يسر عليك. وسلام الله عليك يا سيدي يا مولاي ابو جوادين اللي طانك مرادك. دول اهل الكرامات. اي والله الكرم كرماتهم بالايد. نعم بالايد. سلام الله عليك. ان شاء الله الله يستر عليك ان شاء الله سالم وغانم. احنا قناه الايام الفضائيه. هو انا شايفه. الله يسلمك دائما تشرف على راسنا على راسنا. ممنون منك. ممنون ممنون حجينا تاج راس الله يسلمك. بالسلامه ابو حليم بالسلامه. مستمرين وياكم جمهورنا الكريم ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا من مدينه الصدر. مدينه الصدر تحياتنا الى مدينه الصدر وكل اهل مدينه الصدر وكل العراقيين وبغداد الحبيبه. الاسم بالخير. انا كرار. كرار جيت تزور اليوم؟ اي ان شاء الله. اليوم بمناسبه ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. عليه السلام. جيت اصدقائك وحدك؟ لا والله انا والعائله. انت والاهل. الف تحيه لهم. واليوم انت مساء راح تؤدي طقوس الزياره بالكاظم عليه السلام. عليه السلام. سلام الله عليه. والله نعمه والله صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. ورد الستر والعافيه. ان شاء الله. شو تقول للعراقيين يعني بذكر استشهاد الامام السجاد على ان شاء الله الوحده التعاون قلب على قلب. اي والله احنا كل شيء ماضي نريد الستر والعافيه. ان شاء الله. ونريد بيناتنا نتعاون والحمد لله. ان شاء الله. ان شاء الله. الف تحيه لك للعائله الكريمه. والف تحيه لمدينه الصدر. وكل محافظة بغداد وايضا كل العراقيين الله يحفظك ان شاء الله تروح ترجع سالم رحمه الله عليك. احنا قناه الايام الفضائيه ان شاء الله. برنامجنا ويا احبابنا الله يسلمك الله يعزك. ممنون ممنون ممنون. السلام عليكم. الله يسعدك. زياره مقبوله. اسم بالخير. محمد. محمد من يا منطقه؟ ناصريه. ناصريه. اذا جمهورنا الكريم مشاهدي قناه الايام الفضائيه من كل محافظات العراق ايضا محمد من الناصريه. بيمكن بالناصريه بالشطره. بالشطره تحياتنا للشطره من الناصريه وكل محافظات العراق. اليوم محمد جاي زياره؟ والله الحمد لله جاي. اليوم اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. وجدت الكرم عليه السلام. كواسي وتعزي الامام عليه السلام. انت من جيت؟ انا ويا الولد محمد. السلام عليكم الله يساعدهم. زياره مقبوله. زياره مقبوله. زياره مقبوله. زياره مقبوله. تحياتنا. زياره مقبوله. حسين كريم من الاهواز. شرف. انا اهوازي. شرف تاج ياسي. لا تروحون لا تروحون محمد خلينا نسلم الاهواز. تحياتنا طبعا ايضا للاهواز طبعا. الف تحيه لناسنا اللي يجون ايضا من كل العالم من كل بقاع العالم للائمه سلام الله عليهم. اليوم الاخ من الاهواز. انا حسين كريم اخوكم من الاهواز والشكر العراقيين على هذا حسن الضيافه. الله يسلمك. والحمد لله والشكر ابدعته والله ابدعته واشكركم وعزيكم باستشهاد. ابو من؟ انا ابو رافد. ابو رافد وحدك جاي له وياك؟ لا انا وعيالي. انت وعيالك يا هلا ومية. الله يخليك. مشكورين. نتشرف على راسك. الله يشرف بك. اليوم شفت الطقوس اليوم مال الامام السجاد. الامام السجاد الحمد لله وشكرا. وجيت للكاظم سلام عليه. وجيت للكاظم. تواسي الامام الكاظم. جينا واسينا امام الكاظم ورحنا السامراء. السامراء. رحنا زرنا الاغاذي وندعينا للمسلمين كافة والحمد لله واخوتنا الاهوازيين واسلم على اخوتي الاهوازيين. نتشرف. ابو من؟ ابو رافد. ابو رافد الامام الرضا عليه السلام. نعم. اللي هي سيده مولات المعصومه سلام. نعم. الله عليه. الاجواء عندكم هناك ايضا نفس الاجواء؟ اي نعم نفس الاجواء والحمد لله والشكر. نفس الاجواء بس خدمه العراقيين ما صح بالعالم كله. يعني خدمه العراقيين الحمد لله من كل نظر يعني من نظر الخدمات الحمد لله يساعدون الزوار والحمد لله والشكر. يا اهلا وسهلا بك ابو رافد شرفتنا. اليوم انت هنا انت والعائله بالكرم ان شاء الله بالكرم. متكمل تروح للكربله؟ انا هالرايح الكربله طالع عيوبي بالسلامه. الاجواء مال الاربعينيه مال الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام. الحمد لله والشكر يعني الحمد لله والشكر. تروح ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. احنا قناه الايام الفضائيه العراقيه برنامج ويا احبابنا. نتشرف بيك وزارتنا البركه ونخليك على راسنا. موفق حبيبي. موفق مع السلامه. صالح زياره مقبوله ان شاء الله. يا رب ما لاجلك
اذا ايضا مشاهدي قناه الايام الفضائيه نلتقي بالحج ابو من؟ ابو صلاح. ابو صلاح شلونك؟ زياره مقبوله. الحمد لله بالعمل. اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام. واليوم تجاهل الكاظم عليه السلام متواسي. اي الحمد لله. انت ويا من جاي اليوم من الحج؟ انا والحجي. انت والحجي الله يعطيك الصحه والعافيه ويعطيك الصحه والعافيه بخير. اليوم شو تحب تقول للعراقيين بهاي المناسبه؟ الله يوحد الكلمه، الله يحفظ عراقنا، يحفظ شعبنا. الله الله يكفينا شر هاي المجتهد الامور. ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اليوم الكل جايين من كل محافظات العراق. جايين الامام الكاظم يواسونه سلام الله عليه. ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. ايضا انت شو تحب تقول بهاي المناسبه اليوم؟ والله واليوم اجواء محرم بعد 20 يوم اكثر الاربعينيه مال الامام الحسين عليه السلام، تبدي المشايخ تبدي الناس ما شاء الله قاعد يجونا بجاه للبيت ان شاء الله يستر على العراق. امين. سلام الله على البيت. سلام الله على البيت. شرفتنا زارتنا البركه وتروح ترجع سالم 100 لبيك. اهلا وسهلا عراس. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه، ما زلنا وياكم ايضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. زياره مقبوله. الله يتقبل. ابو من؟ ابو مهند. ابو مهند تاج راس من السماوه. اذا شفنا من السماوه من الناصريه ومن كربلاء ومن النجف ايضا. هسه ثواني بس خلينا نسلم على وبيكم خير حبيب حبيب الله يخليه نسلم. ابو مهند؟ ابو مهند جيت من؟ والله انا جاي هنا للزياره وحدي. زياره اليوم هذا. اليوم انت والاصدقاء. اهلا وسهلا. اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. نرفع آخر التعازي الى مقام سيدي ومولاي الامام الحج والمرجعيه العظيمه بهذا المصاب الجلل، وندعو من الله ان يحفظ العراق ويوحد شمله ويكفينا شر من كل ذي شر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ابو سجاد مثل ما تشوف الاجواء مال الكاظم عليه السلام، كل الزوار يجون من كل محافظات العراق. بعد كم يوم ذكرى الاربعينيه مال الامام الحسين عليه السلام، حضرتوا بالسماوه؟ حضرنا ومواكبنا جهزناها استقبال الزوار استقبال على تم الاستعداد، جهزناها من كل النواحي لانه العراقيين اهل الكرم. اي بالله من كل الكرم وكل شيء وماي وين بالرميزه؟ لا بالسماوه بالسوير. نفس السماوه بالسوير. الف تحيه طبعا للسماوه للسويف وايضا للرميزه لكل مناطق السماوه، تحياتنا لهم الله يحفظهم ان شاء الله، ونتمنى ابو سجاد يروح يرجع سالم العائشه، وتحياتنا لكل العراقيين من خلال منبر الايام وبرنامج ويا احبابنا وهي الزياره هذا. احنا طبعا تحياتنا لك ولعائلتك وكل ربعك اللي جاوا. من اللي جاوا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. ابو من؟ ابو امير. ابو امير شو تحب تقول للعراقيين بهاي المناسبه ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام؟ نعز العالم الاسلامي ومراجعنا العظام والامه الاسلاميه جمعاء باستشهاد ذكرى الامام السجاد سلام الله عليه. وهاي نستلهم العبر من ثورة الحسين سلام الله عليه. افضل الصلاة والسلام. وندعو العراقيين التكاتف والوحدة قوة وقلب القلب على قلب ان شاء الله. وهذا شهر الاصلاح ان شاء الله، شهر الحسين ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وندعو من الله من الامن والامان على العراق. امين جميع ان شاء الله. اليوم ايضا الاجواء مال محرم مثل ما نشوفه، والشارع هذا كله محرم. اليوم احنا شارع باب المراد قرب الامام الكاظم سلام الله عليه عليه افضل الصلاه والسلام. واجواء الاربعينيه والمشايه بدات تمشي. اليوم عندكم بالسمام بدوا من العماره. من العماره. ايضا انا عبالي وين ابو سجاد جاي؟ من العماره وين بابك؟ الله يعزك. نفس العماره. نفس العماره. تحياتنا للعماره واهل العماره وكل العراقيين ايضا في كل محافظات العراق. اليوم جايين جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، كل محافظاتنا اليوم جايين لزيارة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام بذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه. اليوم أيضا ذكرى استشهاد الإمام السجاد وأجواء الإمام الحسين وأربعينية الإمام الحسين والمشايخ. هيئتوا بالعمارة؟ هيئنا كل شيء كل شيء. للمشايخ ما مشايخ من البصرة من السماوة. وهناك مواكب عندنا بكربلاء. إن شاء الله. الحمد لله شكرا. إن شاء الله سالم وغانم توصل بالسلامة وتروح ترجع سالم وغانم. وتحياتنا لكم الله يسلمك. الله يسلمك. سلام عليكم. سلام عظم الله لك. بالسلامة أبو سجاد. الله يسلمك. الله يحفظك. ممنون. زيارة مقبولة. تقبل الله أعمالك ويستر عليك وعلى عائلتك. الله يسلمك. ويديمك إن شاء الله ويحفظ عراقنا ويحفظ شعبنا ويحفظ ناسنا. آمين يا رب العالمين. أبو من؟ أبو نورس حجي كريم. أبو نورس حجي كريم اليوم جاي للكرم عليه السلام. والله أولا نعزي جميع مراجعنا العظام بمناسبة استشهاد الإمام السجاد. السجاد سلام الله عليه. وإن شاء الله الخير والعطاء لجميع العراقيين. إن شاء الله يا رب. ونتمنى لهم إن شاء الله. قلب على قلب. إن شاء الله وتفض هاي الشغلة. أي والله. بردنا والسلام على كل العراقيين. أحسنت. وأهم شيء هذه. بردنا والسلام. أنهم يصفوا قلوبهم ويشوفوني. والله بجاه هاي الزيارة بجاه السجاد عليه السلام كلها تدعي. الله يحفظ عراقنا وشعبنا إن شاء الله. إن شاء الله هم أكبر من هذه، هم ناس كبار وناس يفهمون الوضع. إن شاء الله. مناسبة هاي
العظيمه ان شاء الله. امين. نسلم عليهم جميعا. امين. جميع القيادة. كلهم اهلنا. كلهم اهلنا. اي والله. نريد ما نفرق بينهم ان شاء الله. الايام الجايه ايضا ذكر الحسين عليه السلام. اهم شيء هذه. شوف العالم قاعده تمشي، هسه بدت العالم قاعد تجي كلها قاعده تجي زياره الزوار ما شاء الله قاعد يجون. شوف انت تلاحظ من كل بلدان العالم. من كل بلدان العالم. ان شاء الله اولا يعيد علينا بالستر والسلامه ويحفظ جميع مراجعنا العظام ويأمن هالزيارة العظيمه. انا حجي من بغداد الزعفراني. اهلا عمو اهلا تاج شرف. تعالك تسوي لك يا حبيبي. الله يسلمك بالسلامه. زياره مقبوله. منا ومنا عظم الله عليك الاجر. سلام 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 شرف شرف فيك. عموما اريد ناخذ تعال 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 صوره وياك. كرار كان انسد هوان صوره. يلا خذ خذ كرار. منين يمكن؟ انا من الكوت بس عايش ببغداد. طبعا كرار من الكوت عايش بالكوت وعايش ببغداد. اشتغل بالشورجي. الله يسلمك. اليوم جاي بالزياره؟ اي والله جاي بالزياره. انا كل اربعاء بزياره. كل اربعاء وكل سبت. اليوم نعم يلا خلي خمس ورق. طبعا مشاهدي قناه الايام الفضائيه مستمرين وياكم وبهاي المناسبه ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام. وايضا اليوم اجواء شهر محرم ونحن في بالكاظميه من باب المراه شارع باب المراه. شو اسمك؟ كرار. كرار انت جاي لزياره؟ اي ان شاء الله. كل اربعاء؟ كل اربعاء وكل سبت. عندك مراد لو انت تجي؟ لا اجي اضوج يعني واحد يجي وشوف هاي الزياره وهاي الاجواء الحلوه. اليوم انت من اجيت وشفت هاي اللمه وشفت هاي الناس اللي هم جايين على ذكرى استشهاد السجاد عليه السلام والناس تزور، ايش عندك اجواء حلوه اليوم؟ شو تقول شو تقول للعريق؟ لان هاي العالم بذكرى استشهاد الامام الامام يعني الامان والستر. الله يحفظ عراقنا. الله يحفظ عراقنا ويقضى هاي الايام المظاهرات ان شاء الله. بردا وسلام على كل العراق. سلام على والله يحفظك ويحفظ الكوت وهنيك ان شاء الله وترجع سالم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون صحة ابو من؟ الله يخليك. ابو ذياب. ابو ذياب منين؟ من البوصله. طبعا تحياتنا لك ابو ذياب ايضا جاي من زوار البصره. جاي اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه افضل الصلاه والسلام. جاي للكاظم عليه السلام. اي نعم جاي للزياره. وحدك لو جمعه وياك؟ لا والله وحدي. وحدك وزرت بعدك؟ اي زرت الحمد لله وشكرا. ان شاء الله شد تقول للعراقيين بهاي المناسبه. الله يقول الله يحفظهم ان شاء الله وزياره مقبوله. الله يوحد العراقيين جميعا ان شاء الله وينصر العراق ويكافينا الشر ان شاء الله. ان شاء الله الله يحفظ العراق واهله ان شاء الله. ان شاء الله من تصغير على الايام الجايه مال الاربعين مال الحسين عليه السلام. نعم. تبدي المشايخ اجواء البصره حضرهم؟ اي موجودين اهل البصره بكل كل كل سنه. اي والله موجودين كل المحافظات ما مقصره. كل المحافظات من اهل الكرم من زاد من الكرم من كل شيء موجودين حاضرين لابو عبد الله. سلام الله عليك. والله العظيم تروح وترجع سالم ان شاء الله. الله يهديك استاذ. الله يخليك يحفظ عائلتك. مشكور مشكور. الله يهديك على راسي. شكرا لك المصورين. الله يسلمك نتشرف بك. الله يهديك استاذ. اليوم طبعا سلام الله عليك يا سيدي يا مولاي ابو الجوادين. سلام الله عليك يا الامام الكاظم عليه السلام. اليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. عموما ابو ياسر انا من اهل الحله ان شاء الله. الله من اهل الحله ابو ياسر. جمهورنا الكريم اليوم مثل ما تشوفون الزوار ما شاء الله واحنا بالكاظميه بشارع باب المراد. واليوم ذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام والكل جايين يواسون الامام الكاظم عليه السلام. عليه السلام. ابو الله ابو ياسر. ابو ياسر ابو ياسر انت جيت من الحله وحدك لو وياك جماعه؟ لا ويا اصدقائي جايين. خوش شو تحب تقول للعراقيين؟ يعني شعب وهذه الايام شهر المحرم الحرام عظم الله اجلنا واجركم بهذا اليوم. يعني الله يحفظ العراق ان شاء الله ويحفظ على الشباب ويحفظ شعبنا والامن والامان على هذا الشعب جاه الحسين بهاي ايامه ان شاء الله. يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. زرت لو بعدك؟ زرت والحمد لله ان شاء الله. موفق وتوفيق الجميع ان شاء الله. تحياتنا لك وللحله وان شاء الله توصل بالسلامه. الله يحفظك استاذ ويخليك على راسنا. على راسي. اليوم انتم من جهه اصدقائك لو عائلتك؟ لا انا واصدقائي ان شاء الله. والاجواء مال المحرم راح تدوم مال الاربعينيه مال الحسين عليه السلام. الإمام الحسين. ان شاء الله. اجواء المشايخ هناك محضرين انتم؟ ان شاء الله محضرين جاهزين خدام الامام الحسين. يعني كل سنه احنا كل سنه ان شاء الله. المواكب عندكم لو عندكم مواكب وبيوت مفتوحه كل الزوار ان شاء الله. موفقين ان شاء الله وزياره مقبوله وتحياتنا لكم من قناه الايام الفضائيه. على راسي انت والمخرجين كادر المصور ان شاء الله. شرف. السلام عليكم. السلام. سلام. اسم بخير. سلام عبد الرضا من محافظه دياله. الف تحيه طبعا اليوم طبعا لك عبد الرضا من محافظه دياله ايضا قناه الايام الفضائيه مشاهدينا طبعا وبرنامج ويا احبابنا.
ألف ألف تحية لدياله وأهلها وعلى رأسنا زيارة مقبولة. الله يحفظك. زيارة منه منك الله. يوم جايب لي اليوم ذكر استشهاد الإمام السجاد عليه السلام. نحيي مراسمهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الآن نستذكر وفاة الإمام السجاد عليه السلام، ولا بد أن نذكر الإمام الحسين عليه السلام. ويروى أن الإمام السجاد عليه السلام عندما أراد حمل نعش الإمام الحسين عليه السلام ذهب إليه فلقاه متقطعا فحمله في الحصيرة، فإن مصيبتهم كبيرة كبيرة نعم. ونستذكر وأن وهم خالدين في قلوب في أمة محمد كلها، فإن انتصاراتهم كثيرة، فأحد انتصاراتهم أنهم ما زالهم في قلوبنا، نعم، في قلوب محبيهم ومواليهم، نعم. ونسأل من الله أن يحفظكم. الله يحفظك. الله يحفظك. تحياتنا للدياله ولأهل الدياله إن شاء الله، ونقول لك زيارة مقبولة وفرصة سعيدة إن شاء الله. وهي بوسة تحياتي لك. عندي هوسة أهل البيت. أي أهل البيت لكم بالخير. رحيم جابر شاهر. زيارة مقبولة إن شاء الله. نعزي صاحب الزمان عصر الزمان استشهاد الإمام السجاد عليه، ونعزي الأمة الإسلامية كافة استشهاد الإمام اليوم الأيام القريبة جاي الأربعينية مع الإمام الحسين. بارك الله فيك. شو تحب تقول للعراقيين؟ أنا أقول طبع بي طبع بي من أهوس لك يا أبو السجادة قفي عن باب بيثاية، والرأي اللي يقول حسين أبد ما ينخلف رأيه، أبو فاضل وأخوته حيود على الكلفات قضاية، علي الأكبر بحر ما ينعبر ماية، حبيب وجون وابن القين والحر الرياح بعجهم راحت هواية، هاو الزهرة سولب بيهم، هاو الزهرة سولب كلهم خوش أزلام الزهرة سولب بيهم. واشكرك حبيبي من يابو كانت؟ أنا من غماس من ديوانية. من غماس من ديوانية. مشاهدين الأعزاء طبعاً قناة الأيام الفضائية في كل محافظات العراق اليوم متوجهين إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام بذكرى مناسبة طبعاً استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه. أبو من؟ أنا أبو رقية. أبو رقية تحياتنا لك. أشكرك حبيبي. سلامة. تحياتنا للديوانية. أخ عزيز أنت. أخ عزيز. على العظيم أخ عزيز. شرف. شرف. يلا حبيبي. السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. أحمد التميمي من بغداد بلديات. اليوم أنت جايب ذكر استشهاد الإمام علي السجاد سلام الله عليه. اليوم جاي الكاظم عليه السلام. سلام الله عليه. نوازي الإمام الكاظم بوفاة جد الحسين عليه السلام، ونتذكر هذه المصيبة من أجدادنا القدماء. نعم. ونحن نرفض هذه المصيبة بالبكاء والنحيب على سيد الشهداء، وإن شاء الله نجعل العراق بالموفقية والسلام والتوحد. باي المناسبة هذه المناسبة أن يتوحدون، والسياسيين إن شاء الله يمشون عديل ويبدر بالهم على الشعب، وإن شاء الله الله يوفق ويحفظ كافة السادة والعلماء كافة والشعب العراقي. ممنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الله واجهكم. إذن مشاهدينا الأعزاء مع مثل ما تشاهدون اليوم العراقيين جايين لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام، وهذا الجموع اللي تشوفونه طبعا بالكاظمية بشارع باب المراد لذكرى استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه. عليكم السلام. أهل الله يسلمك. الله يسلمك. بعد مو قاعد الكاميرا قاعد تصور. نعم. تشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. موسى محمد. موسى محمد من يتم من بغداد النهروان. من بغداد النهروان اليوم جاي لزيارة الإمام الكاظم عليه السلام. جايين للزيارة. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجليل. نعم. اليوم ذكر استشهاد الإمام السجاد. إن شاء الله إن شاء الله نواسيكن. إحنا شيعة، وأتمنى مثل ما استشهدوا أهل البيت على مود
ضد الظلم والطغيان. أنا أتمنى نتخلص من كل حرامي بالعراق، وأتمنى الرسالة توصل خصوصا إلى النهروان، إلى منطقة النهروان. النهروان منكوبة ومبيوقة ودائما عايشين بذلة، لا ماء كل 20 يوم الماء يجي. والله موسى محمد، طبعا موسى محمد احنا نتمنى الله يحفظ عراقنا وشعبنا ان شاء الله وبردا وسلام. لا من ماء لا من كهرباء. طبعا اليوم الايام المحرمة مثل ما تشوفون اجواء وطقوس حسينية لزوارنا الجايين على اهل البيت سلام الله عليهم بذكرى استشهاد الامام السجاد عليه السلام. اليوم الاجواء اللي بعد كم يوم اجواء مال 40 مال الامام حسين. نعم ان شاء الله احنا وياهم، والنهروان منطقه النهروان ما مقصره من ناحيه المواكب من ناحيه الزوار موجودين، عدوا عدد احنا موجودين ان شاء الله. كخدمات بس خدمات منتهيه عندنا الله شاهد الماء كل 20 يوم، اذا المجاري ماكو نهائيه. نتمنى الساده المسؤولين اللي يشاهدون توصل الرساله من خلال قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا، وايضا هاي اجواء محرم ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله يوصل رسالتك الى العراقيين. هاي الايام ان شاء الله ننتصر ان شاء الله، ان شاء الله بالسلامه وموفق ان شاء الله. عمو تعال يلا. اذا جمهورنا الكريم مثل ما شاهدونا هاي الاجواء وهاي الزوار اللي موجودين هم طبعا لزياره الامام الكاظم عليه السلام، طبعا من كل المحافظات، من كافه محافظاتنا، ومن العاصمه الحبيبه ايضا من الغربيه، من دياله، من الموصل، من البصره، من الكوت، من الحله، من الناصريه، من كل المحافظات اجوا يزورون الامام الكاظم عليه السلام. السلام عليكم، الاسم بالخير. محمد. محمد مين من ابكار؟ الناصريه. الناصريه تحياتنا لمحمد. محمد اليوم جاي لزياره الامام الكاظم عليه السلام. نعم. ذكر استشهاد الامام السجاد عليه السلام. شو تحب تقول للعراقيين؟ والله بردا وسلاما، والله يحفظ العراقيين ويحفظ شعب العراق. وين بابكم؟ بالناصريه. انا بالرفاعي. بالرفاعي تحياتنا للرفاعي وكل الناصريه. اذا محمد ان شاء الله زين ولا بعدك ما زين؟ لا بعد اجواء مال الحسين عليه السلام بعد اسبوع. اسبوعي. تبدل المشاي وتبدل هذا. منا احنا نطلع من الناصريه نطلع. وعندكم منا الناس عندنا مواكب هي كل العراقيين. مهيئين ان شاء الله. ان شاء الله برد وسلام وترجع بالسلام وزياره مقبوله. وهاي بوسه من قناه الايام ومية تلبي. اذا وصلنا الى مسك الختام مشاهدي قناه الايام الفضائيه، نتمنى طبعا هاي الحلقه قد نالت رضاكم. السلام عليكم. الله يسلمك. شلونك؟ يا بكان يا بكان من نهروان. من نهروان تحياتنا للنهروان. حياك الله. شو تحب تقول للعراقيين بهاي المناسبه؟ نعزيهم ان شاء الله بالاستشهاد مولانا الامام الحسين، ونعزي فاطمة الزهراء عليها السلام باستشهاد مولانا علي السجاد عليه السلام، ومن إذاعتكم إن شاء الله نعزي مولانا الإمام الكاظم ومحمد الجواد باستشهاد مولانا علي السجاد. وعدي تعزية لمولانا صاحب الزمان لظهور الإمام الحجة بن الحسن الإمام المهدي القادم، في قدومه وظهوره سيملأ عليكم الأرض قسطا وعدلا كما ملت جورا وكفرا، ويأخذ بحق اليتامى والمساكين والمحرومين والمظلومين. قال قتل جد الحسين ظلما وعطشانا في أراضي العراق في أراضي كربلاء، وانسبت عمة زينب مظلومة في أراضي كربلاء، وتيسر جد علي السجاد مظلوما في أراضي كربلاء. ملائكة الرحمن تحيط صاحب الزمان وأصحاب اليمين والمحبين يفدون أرواحهم لقائم محمد، وأنا عن نفسي وروحي سأهرول أمام قائم محمد مستشهدا بيد قائم محمد. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. إذا من هذا المكان مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا من مقام الإمام الكاظم عليه السلام وشارع باب المراد في الكاظمية، وهذا الجمهور اللي موجودين طبعا، وأجواء محرم وذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام، ننهي هذه الحلقة من برنامج ويا أحبابنا، ومستمرين وياكم في أجواء محرم بالحلقات القادمة إن شاء الله، وانتظرونا وحلقات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. وصل الأحمر.